الآن إلى باب ما جاء في الكراهية. أقول إخوتي الكرام في مسألة صلاة الضحى، وهي صلاة الضحى في هذا الحديث فيها بأسرها أن السلام بين فضل صلاة الضحى، لكن هنا الحديث عائشة رضي الله عنها قالت صبحة الضحى في سفر ما لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد صلى الضحى في سفر ولا في حاضر. هذا نفي تام من عائشة رضي الله عنها. وعن عبد الرحمن أبي بكر أن أباه رأى وناس يصلون الضحى قال إنهم لا يصلون صلاة ما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. هذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر. عندنا مسألة اختلف فيها العلماء، الضحى تصلى ولا تصلى؟ بعض جمهور العلماء على أنها على أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، لكنهم اختلفوا في هذا الباب على عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت أن يكون صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى إنكارا تاما، أنكرت أن يكون صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء نظروا إلى قول عائشة وأجابوا عنه بإجابات. الإجابة الأولى الإنكار التام على أنها تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها، قالوا هذا منكر، مع أن بعض الأسانيد اللي جاءت عن عائشة أسانيد صحيحة في ذلك. والإجابة الثانية أنها أنكرت الاستدامة عليها، أن إنكارها محمول على أنها أنكرت الاستدامة عليها، يعني كان يصليها تارة ويتركها تارة، وهذا تأويل وتوريل حسن. والثالث قالوا كان يصليها ولا عبرة بالنفي، لأن المثبت مقدم على النفي، قد ورد إثبات الصلاة قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا الأسباب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتواجد عند عائشة في أوقات الضحى، كان قليلا ما يتواجد، يعني كان في هذه الأوقات عند أزواجه، وكان قليلا ما يكون في الضحى عندها، بل يكون في سفرة في غزوة أو عند نسائه، لذلك ذكرت ما رأت. ذكرت الإشكال، ليس الإشكال هنا فيما ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها في النهاية سنقول قد قالت ما علمت، ومن من من كان عنده العلم قد قال، ويقدم صاحب العلم على ما قال، لأنها نفت عن على حد علمها، والعالم قال إن السلام كان يفعلها، يبقى المثبت مقدم على النفي. المشكلة عندنا الإشكال كله هنا فيما ورد على ابن عمر رضي الله عنه، وهذا إشكال قد يعني يستفيد به أهل البدع، ونحن بالإنصاف سنقوله ونوجهه في هذا الباب، لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه عن صلاة الضحى أنها بدعة، هذا هو المشهور عنه، فإنه رضي الله عنه كان لا يراها من الصلاة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها. فقد روى البخاري عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قالت لا، قال لا، قلت فعمر؟ قال لا، قلت فأبو بكر؟ قال لا، قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. وهذا إنكار يعني شديد من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنكر أن يكون السلام صلىها وأن يكون صلىها أبو بكر وعمر، وهذا الإنكار يعني عجيب، ليس لنا فيه توجيه إلا أن ابن عمر لم يلحظ ذلك وغيره لاحظ ذلك، والمثبت مقدم عن النافي. وروى سعيد بن المنصور بإسناد صحيح تحت حديث عن مجاهد تحت حديث في البخاري، يعني صاحب فتح الباري نقله، قال عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثه. طبعا إشكال هنا في قول لمن أحدث من أحسن ما أحدثه. وأخر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما الفتح عن الحكم عن ابن الأعرج عن الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة بدعة ونعمة البدعة. طبعا هنا ما يستند من هنا ويقول ولا نعمة ما أحدثه ونعمة البدعة، مع أنه هو يحارب البدعة، وهو الذي قال كل بدعة ضلالة ولو راه الناس حسنة، كيف يقول بأنها نعمة البدعة؟ هذا توجيهان. التوجيه الأول هو كتوجيه التراويح، لأنه ابن عمر ما أنكر على نفس صلاة الضحى، أنكر على أنهم يصلونها جماعة. الإنكار أنه أنكر على أنهم كانوا يصلونها جماعة، ولما قال نعمة البدعة أو ما أحسن ما حدثوا أنهم صلوها جماعة حتى لا يعني ينساها الناس ولا يعني يصلونها أو يتهاون فيها الناس ولا يصلونها، بالضبط كما قال أبو نعمة البدعة في جماعة التراويح. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني في هذا الباب لما قال نعمة البدعة
في هذا الباب أو حسنت أحسن البدعة على أنهم يصلون جماعة، جماعة من أحسن ما يعمل، ولكنها ترد، ولكنها ترد. الحق أن العباد توقفية، هم يقولون العباد توقفية، فكانت العباد توقفية فقالوا هي بدعة لأنه لم يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف لابن عمر ويتسنى له أن يقول نعمة البدعة؟ الحقيقة كما قلنا إنكاره كان على الجماعة، وأما قول نعمة البدعة كانت المسألة على شيء على غير هذا. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب أن ما قام بعبادة مطلقة بوقت غير منهي عنه دون دليل وخصص أو خصص فهذه بدعة. فنقول أولا أن النبي صلى الضحى في الحضر وصلاها في السفر، وابن عمر أقر البدعة، أقر الضحى في السفر، وفي الحضر الظاهر أنه أقرها وأنكر أن تكون جماعة لأنهم كانوا يصلونها جماعة. وده ورد الذي يؤكد ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه أنكرها على أنها جماعة. روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولا بد ففي بيوتكم، يبقى أنكر عليهم الجماعة. فيكون ابن عمر هنا إنكاره كإنكار ابن مسعود وإنكار على الجماعة، وهو قال بدعة لأنها تصلى جماعة، وصح أنها تصلى جماعة إلا مرة والمرتين، ولذلك قال نعمة البدعة. هذا إن صح عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه عتبان بن مالك أن يصلي معه في البيت صلى بهم جماعة، صلى الضحى بهم جماعة، صلى بهم الضحى جماعة. الفوائد المستنبطة: المثبت مقدم على النافي. عتبان بن مالك لما طلب من سلم أن يصلي له في بيته يتخذه مسجدا دخل قال صنع لك طعاما، فقال له أين تريد أن نصلي؟ فصلى جماعة. لذلك قد تصلى مرة مرتين نعم، لكن لا يتقصد ولا يعني يستديم عليه. الفائدة الثانية حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يفعل الطاعة تارة وتركها تارة خشية أن تفرض على الأمة، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا سأل سائل طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويتركها؟ قلنا خشية أن تفرض على الأمة، كان يخشى أن يحمل الأمة فوق طاقته. شوف هو قال لو ددت أن أجاهد وقاتل ثم أقتل ثم أذب ثم أقتل ثم أقتل ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. لكن الناس لما يرون النبي صلى الله عليه في كل سرية يخرج لا يقعدون في بيوتهم، لا يروق لهم ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المتقدم وهم متأخرون عنه، وهم أمروا أن يفدوه بأرواحهم ولا أن تقدموا أنفسكم عن نفسي. الفائدة الثالثة: البدعة ضلالة في كل أحوالها. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.